السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. أولا وقبل كل شيء، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد بعدد قطرات المطر وحبات الرمال. فنتمنى تكونوا بخير. المهم، معكم فيديو جديد وعلى المانجمون، يعني لصق المانجمون، يعني المينيموم دباس. ما غاديش نقول المينيموم دباس، ولكن شنو خصنا نعرفو في المانجمون؟ حيت المانجمون اللي بان لي الدرس الكور ما فيهش شي حاجه كثيره، فيه غير بعض المفاهيم اللي خصو مزيان يتاسيميلو، والقضيه ديال لي ديغرام ديال الام بي ام والبيرت. ف اول حاجه، بعض المفاهيم ضروري خصنا نعرفوه في المانجمون، اللي اصلا كيتقسموا اطراف الحديث مع داكشي اللي عندنا في ليكونومي دونتربريز، اللي هما اول حاجه لا ديفينيسيون دو لونتربريز. في المانجمون شفناكم يونيتي دو برودكسيون، على عكس في ليكونوم دونتربريز بان شفنا لا رياليتي ديال لونتربريز على خمسه. يمكن تكون يونيتي دو برودكسيون، ان غروبمون هومان، لا رياليتي سوسيتال جوريديك. مي هنا يونيتي دو برودكسيون، يعني كتستعمل لا ماتيير بروميير لي كونسوماسيون انترميديير مع لي زوتي ولا الماتيريال دو برودكسيون باش تعطي البرودوي فيني كوم يونيتي دو برودكسيون. ثاني حاجه اللي مهمه، المانجمون تو سامبلومون هو لونسومبل دي زاكتيفيتي اي دي مويان فيزون ا لون تيرم à planifier, organiser, diriger, contrôler les ressources humaines, financières, matérielles d'une entreprise ou d'une organisation afin de réaliser les objectifs fixés. يعني من الاخر هو صافي هو الانسومبل ديال لي تكنيك اللي كيكونوا ا لون تيرم، اللي كيهدفوا للبلانيفيكاسيون لورغانيزاسيون لوردونمون وداكشي كامل من اجل تحقيق داك لوبجيكتيف فيكسي من طرف لونتربريز. ثالث حاجه، la gestion. La gestion qui fait partie du management, c'est l'ensemble de techniques pour gérer l'entreprise. On va dire que c'est ça. Et on peut dire que l'entreprise, le management, c'est un système piloté. Elle pilote le coût, le délai, la quantité des produits, les services, etc. Finalisé donc à long terme, il y a une finalité stratégique. Ouvert à son environnement, il y a une recette adaptée à son environnement, et bien organisé. Les parties les filles bien organisées entre eux, là, entre elles plutôt. Ou pour le chemin mondial colmzien, il y a trois flux. Il y a trois types. Il y a le flux. Quel flux réel? Le flux réel, exemple le flux de distribution. Donc, il concerne les moyens utilisés pour acheminer les produits finis jusqu'au client, en passant par les différentes étapes de transport, de stockage et de mise en vente. الفلو ريال هو فاش كتكون تحرك الماده ولا البرودوي ولا سيرفيس، يعني غير مو في الواقع بحال ليفريزون ترونسبور انسي دو سويت. الفلو فينانسي هو فاش كيكون كيتعلق الامر بالفلوس، مثلا ترانسفيرا هو ترانسفير دارجون، البيمون، الفيرمون الى اخره. الفلو ايماتيريال هو بالضبط الفلو المادي اللي كيكون كيتعلق بشكل كبير بالانفورماسيون، هو l'échange d'informations par exemple. يعني c'est les échanges d'informations au sein de l'entreprise اللي كيكونوا بين les parties prenantes de l'entreprise، واللي هما سواء interne سواء externe، client, fournisseur, les actionnaires, les cadres, les managers, etc. هادشي اللي كاين، flux réel, flux financier et flux immatériel. غادي نبدا على بركة الله بالموديل ايكونوميك اللي كيتعرف تحت سميت بوزنيس، زوينة بوزنيس، اللي كي يتعرف تحت بيزنس موديل كانفا. هو ببساطة سي ان دوكيمون كي مونتخ اي إليستخ كومون كريي ديليفري اي كابتوري دو لا فالور، ديكو اون جينير دو لا ريشيس. هو واحد دوكيمون اللي كيتكون من 9 ديال لي بلوك، انا غادي نجي نشرحو من بعد، اللي كيوريك كيفاش غادي تكريي ديك لا فالور انطلاقا من داكشي اللي كتوفر عليه، يعني انطلاقا من ديك المادة اللي عندك دروك، المواد اللي عندك لحد الان، كيفاش غادي توفر سيرفيس ولا البرودوي ديالك، كيفاش غادي توصل للكليان، كيفاش غادي تخلص تكاليف الماليه ديالك، كيفاش غادي تدخل الصرف. كيوضح داك لونشينمون كامل. نوتي بيان شنو هي كري دو لا فالور. اون كري دو لا فالور تو سامبلومون لوسكون ريبون اون بيزوان. صافي فاش كتجاوب على واحد الاحتياج اللي كيحتاجو المجتمع، فانت كتسمى راك تو كري دو لا فالور، هذيك هي القيمه المضافه. Les besoins ils sont fonctionnels ou non fonctionnels. Le modèle économique, le business model canva qui est tout comme 9 ديال لي بلوك.
كنبداو بهذا البلوك الوسطاني. And you they change again. كنبداو بهذا البلوك الوسطاني اللي هو رقم 2 هو سيرفيس، يعني بروبوزيسيون دو فالور. هنا في هذا البلوك الجوج كتقول شنو غادي تقدم، يعني شنو غادي تقدم كخدمه او لا كمنتوج، يعني سيرفيس ولا برودوي. مثلا انت مخبزه، هنا غادي تقول بان غادي نقدم الخبز على سبيل المثال. مزيان، غادي تقدم الخبز، واش غادي يكون عندك سيرفيس اونلاين ولا داكشي سور بلاس ولا بجوج؟ صافي. مثلا انت ريستو، واش غادي يكون الماكله راه ضروري غادي تكون سور بلاس، واش غادي تزيد لا ليفريزون بحال غلوفو وداكشي ولا لا؟ هنا يعني بروبوزيسيون دو فالور، كامل داكشي اللي باغي تقدمه انت كخدمه ولا كمنتوج كتشرحو مزيان اون ديتاي، يعني بالتدقيق الممل اللي زعما كيوضح شنو غادي دير. كنجيو لهاد لي بلوك اللي هنا، هاد البلوك اللي هنا، هادو اللي بجوج، هادو اللي بثلاثه عفوا، هادو اللي على اليمين اللي هما البلوك واحد حتى ربع ا بار جوج، هادو كيشرحوا لك المارشي، يعني علاقتك بالمارشي. كنبداو بهاد الاول اللي هو سيغمون دو مارشي. فهاد لي طاب، فهاد البلوك هنا كتحاول تسيغمونتي المارشي، يعني تقسمو الفئات ولا شرائح عمريه ولا على حساب شرائح ثقافيه، يعني شنو هما الفئه المستهدفه بالمنتوج ديالك. كنجيو لثلاثه ديستريبيسيون ولا لي كانو دي ديستريبيسيون، يعني شنو هما قنوات باش غادي تنشر داك المنتوج ولا السيرفيس ديالك، واش السوشيال ميديا، واش عبر الترونسبور، واش اشهارات، واش فهمت حملات دعائيه الى اخره، يعني كي غادي دير توصل للجمهور ديالك. وهنا لي غولاسيون كليون، لي غولاسيون كليون يعني علاقتك بالكليان، من الاخر علاقتك بالكليان بحال داكشي ديال السيرفيس ابري اشا، الخدمات الزبائن، خدمات الزبائن هي لي غولاسيون كليون. بحال انوي مثلا كتلقى، ما عقلتش على النمره، مثلا كتلقى خدمه الزبائن ديال انوي، هما اللي كيعرضوا ديك غولاس، هما اللي كيوفروا خدمات غولاسيون كليون، لي بيرو ديال الاستشاره وداكشي غولاسيون كليون. كنجيو لهاد 6 7 8 هادو اللي على اليسار، هادو البلوك ديال لانفراستركتور، ديال البنيه التحتيه ديال المشروع ديالك ولا ديال لونتربريز ديالك، الخدمه ديالها. كتلقى 6 لي ريسورس كلي، 7 لي زاكتيفيتي كلي، ولي بارتنير. لي ريسورس كلي هما دوك الحوايج اللي غادي تحتاج باش توفر السيرفيس ولا الخدمه ديالك. على سبيل المثال سيرفيس ترونسبور، لي ريسورس كلي شنو هما؟ هما الكيران، هما الطاكسيات، هما الطيارات، راه عندي انا كندير الترونسبور بالطيارات ولا الترانات ولا الى اخره. يعني لي ريسورس كلي هما دوك الحوايج اللي غادي تحتاج باش يعني لي تغذيه داك المنتوج ولا الخدمه ديالك. كندوزو لي زاكتيفيتي كلي، شنو غادي تبقى دير؟ مثلا انا مخبزه، شنو غادي ندير باش نبيع الخبز؟ غادي نعجن. شنو غادي ندير؟ غادي نعجن الخبز ونبيعو. وما جد وجد مزرع حصد، ومن حصد طحن، ومن طحن عجن، ومن عجن باع الخبز وصافي. يعني لي زاكتيفيتي كلي شنو هي لا ديماش باش غادي تدخل فلوس صافي. لي بارتنير، لي بارتنير هما برعايه، برعايه الفا. لي بارتنير هما المساعدين، يعني هما كيكون الهدف منه هما ماشي المنافسه بقدر ما كيكون الهدف منه هما مد يد العون، وكتكون نتوما عندهم حصه ديالهم الربح بشي طريقه من الطرق صافي. لي بارتنير هما دوك برعايه، هذا المنتوج برعايه. يقدروا يكونوا دي فورنيسور، يقدروا يكونوا دي شركات ديال كيديروا لك غير الدعايه، يعني غير الاشهار، اي حاجه اللي مهم كتمد لك يد العون في البروجي ديالك. كنجيو لهاد التحتاني اللي هو البلوك ديال الفينونس. هما هاد التحتاني البلوك ديال الفينونس، فعلي من كنلقاو البلوك 5 اللي هو منين غادي تدخل الفلوس، لي سورس دو ريفوني اي موديل دو برايسين صافي. يعني هنا البلوك 5 هي منين غادي تدخل الفلوس، كيفاش غادي دير تدخل هذيك القيمه المضافه ولا الفلوس كي غادي يدير يدخلوا لك. بحال مثلا عندي انا قلنا مخبزه، غادي نبيع الخبز غادي يدخل للصرف صافي. هنا لي ستراكتور دوكو، يعني البنيه التكلفيه ولا بنيه التكاليف. هنا هذا هو عقلتو على السي بي سي اللي شفنا في الكونطا، هذا هو السي وهذا وجوج هو بي، وداكشي كامل بينه هما اللي كانوا صافي. هذا هو السي هذا هو لي شارج، كامله لي شارج ديالك. مثلا غادي خاصك تخلص الموظفين اللي خدامين معاك، خاصك تخلص لي فورنيسور، خاصك تخلص الماتيريال، الضريبه، يعني البنيه التكاليف ولا البنيه التكلفيه صافي. هنا التكاليف كامله، يعني من الاخر البيزنس موديل كانفا ها باش تعقلوا عليه، هو كاين واحد البلوك في الوسط، وكاين واحد البلوك على اليمين، وكاين واحد البلوك على اليسار، وكاين واحد البلوك لتحت. هنا بحال داكشي ديال الشيما، انا غادي في هنا كوا
صافي. هنا كوا يعني سيرفيس ولا البروبوزيسيون دو فالور. هنا اللي من كتكون اكي يعني سيغمونطاسيون ولا يعني سيغمون مارشي. هنا كتكون كومو يعني لي زاكتيفيتي كلي لي ريسورس كلي لي بارتنير. وهنا كتكون لانفراستركتور ديال الفينانس اللي من كيكونوا لي ريفينو وعلى اليسار كيكونوا التكاليف. نعطي مثال مثال حي. ها هو مثلا بوغ ان ريستورون. هادو سيدي بغي كريو ريستورون هذا مشروع. عندك نبداو بالبروبوزيسيون دو فالور اللي في الوسط. شنو دايرين؟ دي برودوي دو كاليتي، ان شيف سيرفيس دو سي كليون، ان سيرفيس ديكسيبسيون، لا بوسيبيليتي دو كوموندي اون لين. يعني هيا زيدين تاد الخدمه بحال ديال جلوفو، لا بوسيبيليتي دو كوموندي اون لين. يعني كتحاول تشرح مزيان داك السيرفيس اللي بغيتي تقدم، ديك الخدمه ولا داك المنتوج. كنجيو لهنا سيغمونطاسيون كليون. مثلا اوم فام اونتر 18 و 65 عام دو نوتر ريجيون كيون. يعني هنا كتحاول تحدد مزيان الخصائص ديال الشريحه الاجتماعيه اللي بغيت تستهدف بالمنتوج ديالك. كنجيو لهنا ديستريبيسيون، كاين المهم سور بلاس، كاين ليفريزون، كاين كليك اند كوليكت، كاين هذا الشيء التطبيق ديالو هو قيلا. لي غولاسيون كليو، كاين الريزو سوسيو، سيرفيس كليونتيل. ها هو ديما كنلقاو هذا السيرفيس كليونتيل، خدمه الزبائن عند الشركات، اللي هو كيكون الهدف منه بحال اللي قلنا، اللي كيكون منه الهدف هو سيرفيس ابخي اشا. من بعد فاش كتشري كتبغي تسول، كتبغي تسقسي على المنتوج، كتبغي تسول على شي خدمه، فوالا كتكون كيكون هذا السيرفيس كليونتيل. كنجيو للبلوك 6 7 8 اللي على اليسار، هذا البلوك اللي هنا شنو كنلقاو؟ لي ريسورس كلي هما ليكيبمون دو كويزين، لي روسيت، داكشي اللي يحتاج الريستو، لي زاكتيفيتي كلي بريباراسيون دو فون دو برودوي اي فون دو برودوي اليمونتير. هادشي اللي غادي يدير الريستو، غادي يوجد مواد غذائيه وغادي يبيعها لك. لي بارتنير كيما قلت يقدر يكونوا دي فورنيسور، لي فورنيسور دانغريديون اللي غادي يجيبوا التوابل وداكشي، كوليكتيفيتي لوكال، جيرون دو كوميرس. يعني البارتنير راه ماشي بالضروره خصو يكون عند يعني اي واحد كيمد لك يد العون، يا في القانون، يا في المساعده، يا في المواد الاوليه اللي هدف منه كيكون هو تقديم يد العون، ولكن راه ديما كتكون عنده حصه من الربح. Les sources de revenus plutôt et modèle de pricing ou vente de produits alimentaires à la carte en menu. Actuellement, on a des trucs plus sales, c'est bien. C'est bien des clients clés, les clients hyper restants. Structure de coût, les charges, matières premières, les salaires, les montants, dépenses liées à la maintenance du restaurant. D'art le chemin qui n'a pas resto, la chère Hana, la chère Lat, la chère Jib. C'est quoi d'ailleurs? Équipement du restaurant, travaux et اميناجمون ديال لوكال. فوالا هنا كيكون التكاليف. هذا هو البيزنس، هذا هو البيزنس موديل كانفا. المهم راه ما كيتحتاج ماشي في ليكونومي دونتربريز ولا في الماناجمون، المهم راه اي مشروع دروك راه هذا هو البيزنس اللي مشهور عالميا. الماركتين، الماركتين ببساطه كاينين ثلاثه، كاين اوبيراسيونيل وكاين استراتيجيك، وبينات هاد الجوج كاين تاكتيك. كاين الاوبيراسيونيل هو الاول كورتير تي تاكتيك، يعني كيكون موين تيرم، استراتيجيك كيكون الون تيرم، ولكن التاكتيك شحال واحد كيدوز عليه مرور الكرام. هادو هما اللي بارزين. نبداو مثلا بالاستراتيجيك. استراتيجيك كيكون الهدف منه ليتيود دو مارشي، سيغمونطاسيون، سيبلاج، البوزيسيونمون، سواء جيوغرافيك سواء بسيكيك. مثلا كتقول فاسيل البرودوي ديالها فاسيل ايتيليزي باشير، كنظن بان راه هاد الكلمات مفهومين. انا كدرس السوق، كتحاول تقسمو الشرائح يعني فئه مستهدفه، كتسيب يعني كتستهدف واحد الفئه، وكتحول البوزيسيون ديالك على حساب الجيوغرافي، واش انت غادي تستهدف الشمال، الجنوب، هذه المنطقه الفلانيه ولا المنطقه اكس ولا اي. وبسيشيك يعني داكشي اللي كيلعب على البسيشي، يعني مثلا برودوي فاسيل ايتيليزي با شير، بحال دوك الاشارات اللي كيقول لك بلاص ما تشري بيمو، داكشي اللي تشري به بيمو يوميا غادي يخليك تعلم لونغلي، فكي بروبوزيو عليك سيرفيس اللي كيلعب على البسيشي. فوالا يعني ها هو الماركتين اوبيراسيونيل ولا استراتيجيك، كونتريرمون او ماركتين استراتيجيك كيفيز لو لون تيرم. الهدف من هذا راه قلتها كيكون لو لون تيرم استراتيجيك. وندوزو الاوبيراسيونيل اللي جاي من اوبيراسيون، اللي هو ببساطه شنو هما لي زوبيراسيون دو باز اللي غادي تبقى تدير باش توصل للسيرفيس ديالك. صافي هذا هو الهدف منه، كيكون هو شنو هما لي زوبيراسيون دو باز باش غادي ديماري داك البرودوي ولا داك المنتوج ديالك. كيجمع هاد الاربعه، بوليتيك دو برودوي، دو ديستريبيسيون، دو بري كومونيكاسيون كوميرسيال، ميديا اور ميديا، باريناج، ريلاسيون بوبليك. شوف ببساطه فاش كنقولوا بوليتيك برودوي يعني سياسه المنتوج، يعني شنو هما يعني القواعد اللي كتحكم هذا البرودوي.
القواعد اللي كتحكم الديستريبيسيون، القواعد اللي كتحكم الثمن. انا هادو غادي ندوز نشرح كل وحده على حده مزيان بيان ديتايي. فهنا ببساطه الماركتين الاوبيراسيونيل ريبريزونت انسي توت لي زاكسيون ماركتين، يعني هما دوك يعني التطبيقات العمليه اللي كتبقى دير من دابا كونكريت اموني بور بروموفوار سي برودوي سيرفيس اي انسي ديفلوبي لي فونت اي لي شيفر دافير دو لونتربريز. عندك اليوم وعندك واحد الامتحان مثلا من هنا واحد 5 سنين صافي، ف استراتيجيك هو كتقول انني باغي داك الامتحان ديال من هنا 5 سنين باغي نفاليديه ب 18 على 20 ان شاء الله. هذا الونتيرم 5 يعني هو كيكون من 3 سنين الفوق، حنا قلت لكم هنا 5 سنين. شنو هو الماركتين اوبيراسيونيل؟ هو شنو غادي تبقى دير من دابا؟ يعني من دابا غادي تبقى تقول مثلا غادي نقلب على كور ناضي فوالا، غادي نقلب على بروف ناضي، غادي ندير كذا، غادي ندير كذا، وانا غادي. هادو هما اوبيراسيونيل صافي، كيكون اكورتي يعني شنو غادي دير دابا، شنو غادي دير هاد العام، شنو. وهذا هو استراتيجيك من هنا 5 سنين هاش باغي ندير صافي. ندوزو لكل وحده على حده. لا بوليتيك بري يعني سياسة الثمن شنو هي؟ هي كتكون معرفة بهذا الكويفيسيون ديال الإلاستيسيتي بري، اللي هي شنو هي الإلاستيسيتي؟ اللي هي او بي ايل ميزور لا سنسيبيليتي دو لا دوموند ا لا فارياسيون دي بري اي ايدا انتيسيبي لا رياكسيون دو لا دوموند اون ريبونس او فلكتواسيون دي بري. ببساطة هاد الإلاستيسيتي بري شنو كتميزيرو لك؟ كتقول الى غيرت الثمن كي غادي تكون ردة فعل السوق، كي غادي تكون ردة فعل الطلب صافي. دروك انا كنغير ثمن العرض، يا كنزيد في الثمن يا كنقص في الثمن، وكنبغي نعرف السوق كي غادي يتاثر، واش غادي يطيح السوق ولا غادي يطلع السوق صافي. يعني الالاستيسيتي شنو هو؟ كتكون هو لو تو دو فارياسيون دو لا دوموند سور لو تو دو فارياسيون دي بري. ها هي عندنا هنا في التحت يعني او بي اللي هي برايس الالاستيسيتي، كتكون هي دي كيو على دي بي فوا بي على كيو. هذا في لوكا كونتيني، ورا كنا في لوكا ديسكري كنديرو دلتا كيو على دلتا بي، يعني تغير الكمية على تغير الثمن. وحسب لو سين ديال هذه الإشارة ديال هذيك او بي كنستنتجو ثلاثة الاستنتاجات. إذا لقينا أن او بي نول، إذا كان او بي نول يعني أن السوق ما كيتغيرش، يعني ما كي كيف ما كان السوق. مثلا عندنا 20 واحد كيشري، كيطلعنا الثمن كنقصنا الثمن غادي تبقى 20 19 21 ما كيتغيرش. سي لو كويفيسيون ديال الإلاستيسيتي كان نيجاتيف، يعني أن الثمن والكمية كيكونوا في منحيين معاكسين، يعني إذا طلعت التمر رد البر غادي يطيح لك السوق، ولكن إذا نقصت التمر رد داكشي اللي كتبيع بطاطا راه غادي يعني الطلب غادي يكثر. واش ممكن يكون بوزيتيف؟ ممكن يكون بوزيتيف، يعني كيكونوا في نفس المنحة حيت كيكون بوزيتيف. وهذا فين كنلاحظوه؟ كنلاحظوه في لي برودوي دو لوكس اللي كيتعرف بالسنوبيزم. قداش ما طلعت التمر قداش ما تزاد الطلب، حيت كاينين معروفين شي حوايج بحال هكا، هذا هو السنوبيزم. وراه ظاهره زعما عاديه، زعما ما عاديهش بالنسبه لي انا ولكن كثيره صافي. هذا ممكن يكون بوزيتيف، يعني كتزيد في الثمن وكتزيد الطلب، كتدي له الكوستيم بمليون كيطلبوا لك 10، كتردوا ب 10 المليون كيطلبوا لك 100، كتردوا بمليار كيتنافسوا عليه مليار واحد بحال هكا. يعني راه ممكن يكون بوزيتيف نيجاتيف ولا نول. البوليتيك ديستريبيسيون المهم ريفليشيسي اوسي لا où vous souhaitez placer vos produits sur le marché, les différents emplacements possibles. Il s'agit donc de fixer les stratégies d'implantation, la couverture du marché, les canaux de distribution offline ou online, la présence géographique. Le but d'Yello est d'augmenter la visibilité du produit en choisissant les bons emplacements. La politique distribution, yani, bhal gna katatamd ala dak pistel, le mohim ديال politique, yani ديال بوليتيك ايكونوميك، دوك لي فاكتور بوليتيك ايكونوميك تكنولوجيك وداكشي كامل كتعتمد عليه باش كتعرف بالضبط فين غادي تحط البروجي ديالك، واش غادي تحطو في هاد النقطة ولا في هاد النقطة ولا في هاد النقطة. الهدف منها كيكون هو توغمونتي ديك، يعني كيولي البروجي ديالك مرئي، كتحاول انك توصل لشرائح مجتمعية كبيرة. هذا هو الهدف ديال الديستريبيسيون، يعني كيفاش غادي دير تنشر داك البرودوي ولا السيرفيس ديالك، واش عن طريق اعلانات، شنو هي المنطقه اللي غادي تستهدف، شنو هي العمر الفئه العمريه اللي غادي تستهدف. يعني هادشي كامل كيتجمع في لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. فوالا عندنا لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. لا بوليتيك دو كومونيكاسيون دونك il faudra définir la stratégie de communication afin de promouvoir le produit sur le marché et attirer la clientèle. Publicité, marketing direct, marketing digital, événement. Il faudra aussi fixer une ligne éditoriale,
message contenu, canaux de communication, médias, fréquences de communication. بوليتيك دو كومونيكاسيون شرحها براسها براسها، يعني انت عندك البرودوي ولكن الكليان راه هنا، شنا هما الطرق باش غادي توصل لهاد الكليان؟ ممكن توصل له عن طريق بيبليسيتي، تدير الاشهارات يعني سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الراديو، الميديا، داكشي ديال الميديا اوغ ميديا. هذا هو البوليتيك دو كومونيكاسيون كي غادي دير توصل للكليان من الاخر. الباغيناج، لي غولاسيون بيبليك، واحد كيجي وكيقول هي الاخر مثلا واش ما بالكش واحد البرودوي، وكيبقى ينتشر داك البرودوي. يعني هي كيشرح لك هو ماركتين ديجيتال ولا ماركتين ديريكت، يعني كيفاش غادي تدير هاد البرودوي ديالك ولا السيرفيس ديالك، كيفاش غادي دير توصلو للكليان، يعني كيفاش غادي دير تواصل مع الكليان يعني حول هاد البرودوي ولا المنتوج ولا الخدمه ديالك. كتجي الاخرى باش نساليو، لا بوليتيك برودوي. لا بوليتيك برودوي بحال اللي قلنا لك هي تشارج فونكسيونيل. لا بوليتيك برودوي كتحاول كامل دوك لي كاركتيريستيك يعني اللي مهمين ديال البرودوي ديالك كتحاول توصفه. هذا هو، هذه هي سياسه المنتوج. مثلا عندك انت واحد، عندك واحد المشروب مثلا، كتحاول توصفه مثلا بان فيه كذا فيه كذا فيه كذا، المكونات ديالو، بانه منعش، بانه خفي، بان ثمنه ما غاليش، بانه كذا بانه كذا، صافي. يعني دو فوتر برودوي، سون ديزاين، سون اتيليتي، لي ديفيرونت غام كو فو بروبوزي، لي سيرفيس اسوسيي سي لي اون، سون باكيجين دون لو بوت دو لانسيري سور لو مارشي. هذا هو الهدف منه، يعني باش انسيري داك البرودوي ديالك في المارشي كتحاول تدير لواحد الكايشارج فونكسيونيل. هي الكي تشارج فونكسيون اللي كيتعطى الشركه اللي بغات تصنع المنتوج، ولكن انت كدير بحاله بحال واحد الكي تشارج فونكسيون اللي كيتعطى للزبون بان الخدمه ديالنا كذا اوفر داكشي ديال شي ريجوج تربح حتى لتافابور وداكشي كامل. المهم هذا بوليتيك برودوي هي اللي كتكون مسؤوله على هاد الهضره كامله. الميكس ماركتين ولا الماركتين ميكس، وكاين اللي كيخلطوا مع الاوبيراسيونيل. حيت علاش؟ حيت حتى الاوبيراسيونيل شفنا فيه بوليتيك برودوي برايس، زعما بري كومونيكاسيون ديستريبيسيون. ولكن لو ماركتين ميكس او بلون دو مارشياج راسومبل توت لي ديسيزيون اي توت لي اوبيراسيون ماركتين ميز اون بلاس بور اتاندرو لي زوبجيكتيف ديال لونتربريز. يعني راه كامله هما ماركتينات. الغوبوس سور لو كومبوزون كلاسيك دي 4 بي، يعني الماركتين ميكس ميكست بلوتو معروف باسم ال 4 بي. وهاد لي 4 بي راه هما اللي شفنا في الماركتين اوبيراسيونيل، يعني اللي هما بري يعني برودكت بور برودوي، او البرايس يعني بري، او بروموشن يعني كومونيكاسيون، او بليس يعني ديستريبيوشن. ها هما هنا مشروحين، صافي. لي 4 بي ديال الماركتين ميكس، البليس يعني ديستريبيوشن فين غادي تحط داك البروجي ديالك، ها هي شفتو هي دايرين هادي ديال الموقع. بروموشن يعني كومونيكاسيون كي غادي دير توصل المنتوج ديالك يعني العقليه ديال 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 الزبائن. البرايس الثمن، صافي. والبرودكت هو المنتوج ديالك شنو فيه، هادشي اللي كاين. لاشين دو فالور دو بورتي، المهم هاد لاشين دو فالور انترودوي يعني شكون اللي جابها للحياه، هو هاد خونا هاد بورتي. وهي ديفيني لونتربريز كوم un enchaînement d'activités transformant des inputs en outputs achetés. Au final, par des consommateurs, ces activités sont par ailleurs interconnectées. Had la chaîne de valeur, il dit qu'elle catubille que l'input, يعني من أول fournisseur, tel produit final, que donc les démarches كاملة اللي كتاخد، donc les activités اللي كتدير كاملة كتحاول هي interconnectées أو توصل بيناتهم. هادشي اللي كيكون، كيكون لي زاكتيفيتي دو سوتيان و لي زاكتيفيتي برينسيبال. هنا كتكون واحد لا مارج وصافي، مارج الخطا. لي زاكتيفيتي دو سوتيان هما البنية التحتية ديال الشركة، لا جيستيون ديال لي ريسورس اومان، كيفاش كتجيري دوك لي ريسورس اومان بيناتهم باش توصل للهدف ديالها. لي ريشيرش و ديفلوبمون تكنولوجيك اللي هي من بين لي فونكسيون اللي شفنا في ليكونومي دونتربريز ديال لونتربريز. لا بروفيزيونمون يعني التموين، يعني لاشام لي فورنيسور، la gestion de stock ou d'exchi. On a les logistiques, la logistique interne, production, logistique externe, commercialisation et vente à service. De les activités principales. Il y a dit que c'est le cheminement de tout le service final le produit avec une marge. Qui est une chose très importante. Et cela nous voit que tu as besoin de relire le paragraphe au safi. L'ordonnancement est important. Je vous invite à vous faire هو il permet une représentation claire et précise d'une succession de tâches sous contrainte de capacité de l'homme, la machine de l'amila
وداك الشيء الطاقه الاستيعابيه اللي كتوفر عليها الشركه. لوردونونسمون شنو دروك كيكون عندك كتكون انت هنا وكتكون باغي توصل لواحد لوبجيكتيف لواحد البوان فينال وكيكون عندك بزاف ديال لي زيتاب. هاد لوردونونسمون كيحاول ما امكن انه يعطيك كيفاش غادي ترتب دوك لي زيتاب بحيث انك كت مينيميزي ها هما لافونتاج ديالو كت مينيميزي لا دوري ديال رياليزاسيون ديال البروجي كت مينيميزي لو كو كت مينيميزي لي ريسورس يعني كدير واحد الجيستيون زعما واحد الجيستيون اوبتيمال ديال لي ريسورس كو سوا اليد العامله المواد الاوليه الى اخره. بحال مثلا كيقول لك دير هادي وسير لهادي وسير لهادي من بعد اجي لهادي دير هادي دير هادي يعني كيحاول يرتب لك دوك لي طاش وهادو هما لي زافونتاج ديالو. هو انك يقلل لك من الوقت باش تقد داك المشروع ديالك وكيقلل لك من المواد الاوليه اللي كتخدم والتكلفه الى اخره. يعني وكيسلط الضوء حتى على لي زاكتيفيتي ولا لي طاش كريتيك. مثلا كيقول لك يعني اللي كيخليك انك تعرف بان واحد لي زاكتيفيتي خصك تحضيه يعني ما خصك تحضيه باش ما يتعطلش باش ما يضيعولكش المشروع. فوالا حنا غادي ندوزو له. المهم كنجيو لهنا لهذا هو السؤال اللي كيجي هو كومون بلانيفي يعني داك لوطونسمون يعني كومون فير لا بلانيفيكاسيون. هنا كاينين جوج ديال لي شيما كاين الام بي ام اللي هو الميترا بوتنشال ميثود وكاين البيرت اللي هو بروغرام ايفالويشن اند ريفيو تكنيك. هادو هما اللي كاينين. المهم شنو هادو كيديروا؟ هادو هما اللي كيديروا بحال داكشي ديال لوطونسمون يعني كيكون عندك باش تقد واحد البروجي كيكون عندك بزاف ديال لي طاش متفقين باش تقد دوك لي طاش باش تقد دوك لي طاش خصك تعرف شكون اللي تسباق شكون اللي يدير الاولى شكون اللي يتبع لها شكون هذا باش كيما قلنا باش تمينيميزي لو كو باش تمينيميزي الوقت باش تمينيميزي لي ريسورس باش اوبتيميزي كلشي صافي. المهم هادو كامل راه عنده قصه. مثلا بحال بيرت مثلا بيرت بان مني جا صنعته هو يعني القاعده البحريه الامريكيه كان طلب منه كان طالب الحكومه انه يصنع واحد الصاروخ وكانت تعطيه 7 سنين. فالمهم فاش قدوا هاد بيرت اخترعوه هما تمكنوا انه يقدوا داك الصاروخ في 4 سنين اللي خلاو يربحوا 3 سنين صافي. يعني هذا هو الهدف منه. غادي نبدا بالام بي ام ونتبع لو بيرت هما اصلا راه ايكيفال فغير شويه ديال التركيز هنا في هادو راه ساهلين ما فيهوش شي حاجه كثيره. دابا البروجي ديالك كيكونوا قلنا عباره على دي طاش ها هما يعني باش تقد مثلا البروجي ديالك بحال على سبيل المثال كنقول باش تصور واحد الفيلم خصك مثلا تكتب السيناريو خصك دير التورناج خصك تصور خصك تمونتي خصك تهندس الهندسه الصوتيه خصك تقبض مثلا تقنين من واحد الجهه مسؤوله عندك هادي يعني بزاف تدير الدعايه للفيلم. هادو هما لي طاش باش في الاخر يكون الفيلم عندك في السينما. لي طاش كنرمزو له غير كيكونوا معطيين في الجدول. هاد الجدول كيكون معطي يعني الجدول هاد الخانه الاولى والخانه الثانيه وهاد الخانه الاخرى كيكونوا معطيين في الجدول كل وحده كي كتقرا. مثلا كنهزو لي طاش عندنا لطاش ا بي سي دي او اف جي اش اي جي ك ال ام ان او بي كي يعني هادو هما لي طاش ديال البروجي. شنو كيعطيك؟ كيعطيك هنا لونتيغيور ديالو يعني من بعد من غادي يجو يعني شناهي قبل ما نقادو هاد لاطاش شكون اللي سابقه. مثلا شفنا ا و بي و سي قدامه خط يعني ما سبق والو يعني يقدر نبداو بلاطاش ا و بي و سي نبداو على بركه الله نخدمو فيهم. ولكن فاش كنجيو للدي شنو كنلقاو عند الدي؟ كنلقاو بان عندها اونتيغيور ا الي اونتيغيور ا يعني هاد لونتيغيورتي ديال ا هذا كي كيدير تقرا بان الدي ما يمكنش نبداوها تنساليو من ا ماشي تنبداو ا تنساليو من ا صافي. بحال مثلا في تحت او ما يمكن نبداوها تنساليو من بي يعني كنقولوا بان بي اونتيغيور ا سابق ا صافي. اف سي اونتيغيور اف يعني ما نقدروا نبداو اف تنساليو سي وهكذا دوالك. بحال جي دروك جي هاد جي ما غادي نبداوها تنساليو دي اللي هي اصلا ما غادي نبداوها تنساليو ا صافي. اش ما نبداوها تنساليو ا او او يعني سالينها غير ا مازال لنا او ما يمكنش نبداوها تنساليو ا او او. اي ما نبداوها تنساليو بي و اف وجي ما نبداوها تنساليو جي و اش و اي صافي. هادو علاش هادو راه كيكونوا ريزونابل؟ بحال من مثلا واش انت باغي تصبغ الدار وانت ما مرتبهاش كي غادي دير لها يعني راه كتصبغ الدار كتكون كتمرطب الدار كتكون اونتيغيو على تصبغها خصك تمرطب ديك الدار. بحال ما عاد تصبغها ولا انت باغي دير الدار حتى تطلع السواري غادي دير الدار يعني كيكون هادوك لي طاش راه منطقيين يعني ما يمكنش دير شي حاجه ما كاتبش السيناريو راه ما يمكنش دير التورناج. التورناج باش غديرو بالارتجال يكون السيناريو مكتوب عاد كيتدار التورناج عاد كيتدار التصوير. حنا شنو كنزيدو؟ حنا كنزيدو هاد جوج خانوات
وركزوا فيهم هاد جوج خانوات اللي هنا اللي هما لو سويفون لي نيفون، حيت هما رجبتو صحاح الباقي راه كيبقى غير الرسم، هما خطات فيه وراه كاع اللي بقى كيكون خطا. شنو هو سويفون؟ كنقبضوا لاطاش وكنشوفوا شكون اللي تابعها. كي كنديروا باش نعرفوا شكون اللي تابعها كنقراو الطابلو بالمقلوب، كنقراوه من الانتيغيور حتى للجهه ديال لاطاش. صافي، مثلا ا بغيت نعرف شكون سويفو ديالنا، غادي نجي نقلب على ا هنا ونقراها بالمقلوب ا ونمشي من الانتيغيور لطاش، يعني ا شكون اللي تابعها، تابعة هادي ها هي، ونعاود نجي نقلب على ا شكون اللي تابعها، تابعها اش، ونحط اش هنا. نجي نفس الشيء لبي، نجي على بي نسطر عليها نقلب على بي فين راها، ها بي، بي شنو تابعها او نحط او، تابعها اي نحط اي، نعاود نجي على السي مثلا كتجي للسي هنا. صافي، السي شنو تابعها اف، اف، وحنا غادي السي تابعها اف، ها اف هنا. صافي، يعني كل طاش في هادو اللي هنا لي طاش شكون اللي تابعو، يعني كتجي تقلب على طاش في لونتيغيو وتشوفها من اليمين لليسار. مثلا الديره قلت لكم شي اللي تابعها، تابعها جي، يعني غادي نجي للدي، ها هي تابعها جي. صافي، مثلا الى جينا لهاد جي ما غاديش نلقاوها هنا، ما كاينش هنا جي، يعني تابعها الخوا ما تابع والو، يعني هي طاش فينال. صافي، مثلا هذيك هي فين غادي نرفعوا الفيلم للسينما. صافي، يعني هذا هو السويف، كتقرا الطابلو من اليمين لليسار من الانتيغيو حتى لجهه 16 وكتشوف كل واحد شكون اللي تابع. مزيان، دروك ايرا هذيك الخانه عمرها صحيحه، كي كنديروا نعمروا الخانه ديال النيفو، تبعوا معايا، كنجيو لهاد لي طاش ماشي بالضروري كيكونوا مرتبين، المهم بنادم يقرا لي طاش من ا حتى للخرا. كنجيو لهاد لي طاش اللي ما عندوش اونتيغيور، اللي ما يعني اللي هما ما سبقوه حتى شي حاجه، هما الاول، ها هما يعني اللي سبقوه الخوا. شنو كنديروا؟ كنعطوه النيفو زيرو، ها النيفو زيرو، نيفو زيرو، نيفو زيرو، متبعين معايا؟ هادو اللي عطيناهم نيفو زيرو كنمشيو للانتيغيور وكنضربو عليهم. صافي، هادو اللي عطيناهم نيفو زيرو ديما لاست ريسنتلي يوز، اخر واحد كنخدمو عليه دروك، او اخر واحد كنخدمو عليه هو الزيرو، كنمشيو للانتيغيور ونضربو عليه. شلي عملنا له الانتيغيور؟ عملناها ل ا و بي و سي، غادي نضربو عليه فيهم ما لقيناه، ها ا ها بي ها سي ها ا ها بي. صافي، ضربنا عليه. دابا شنو غادي نديرو؟ هادو اللي ما بقى قدامه حتى شي اونتيغيور هما اللي كيعاودو يتحطو نيفو واحد، غنعاودو ندوزو على دوك اللي باقيين دي. واش باقي قدامها شي حاجة؟ لا، حيت ارا ضربنا عليها سالات، يعني ديرها نيفو واحد. او ما قدامها والو حيت تضرب على بي، نيفو واحد. اف تضرب على سي ما قدامها والو، نيفو واحد. جي مازالات دي قدامها. اش ضربنا على ا ولكن كاينه او، يعني كنحطو قلنا دوك اللي ما بقى قدامه والو، يعني صافي بقى خصك تشرع في العمل، ما بقى فيه، ما بقى قدامه والو. اي ضربنا على بي ولكن كاينه اف، يعني تضرب على كلش. جي مازال، جي مازال قدامها جي و اش و اي. مزيان، هادو ديما لاصر اخر واحد خدمنا به، دروك عمرنا نيفو واحد، دوك اللي عاود عمرنا نمشيو للانتيغيو ونضربو عليهم. عندنا دي او 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 اف، نجيو نضربو عليهم دي او اف. صافي، هادوك اللي ضربنا عليهم عاد دابا ضربنا عليهم نمشيو نهزو لاطاش اللي قدامه. على من ضربنا؟ ضربنا على دي، يعني جي غادي تكون نيفو جوج. ضرب هاد ديما كنعاودو نرجعو لدوك لاطاش وكنشوفو دوك اللي مازال ما هزينا. صافي، دوك اللي مازال ما هزينا كنشوفو لونتيغيور ديالو هو السالة، يعني داكشي اللي سبقه هو السالة. اش مازال ما عمرناها ولكن سالة، حيت ضربنا على ا و شحال هادي، يعني نيفو جوج. اي نفس الشيء، كنا ضاربين على بوز، ضربنا على اف، يعني ما بقى قدامها والو، نيفو جوج. شنو كنعاودو نديرو بنفس الحاجه؟ هادو اللي يلا عمرنا كنمشيو لونتيغيو ونضربو عليه. شنو عمرنا؟ عمرنا جي و اش و اي، نقلبو عليه ها هما، نضربو على جي و اش و اي. دروك فاش ضربنا على جي و اش و اي، ها هي جي، جي هي اللي بقات تنط تضرب على كلش اللي قدامها، هي نيفو 3. صافي، يعني شنو كنديرو؟ كنهزو لي طاش اللي ما عندوش اونتيغيو نحطو نيفو زيرو، ونمشيو نضربو عليهم في اونتيغيو، نعاودو نرجعو لي طاش كاع اللي ما بقاش قدامها حتى شي حاجه ومازال ما عمرناها نيفو واحد. دوك اللي عاد عمرنا نيفو واحد نضربو عليهم في اونتيغيو، صافي راه دازو، حيت كنحطو شي حاجه في نيفو راه دازت. نعاودو نرجعو لي طاش دوك اللي باقيين ما اللي قدامه ساله ومازال ما عمرناه نيفو جوج، وحنا غادي نيفو 3 نيفو 4 حتى كنساليو. صافي، هاد لاكاز الاخره كتكون معطيه لك، هذا هو لو بوا. في التيوري دي غراف كنا كنشوفو لي غراف بونديري، يعني كتلقى لا غيت فيها واحد البوا،
هذا هو البوا. يقدر يكون مثلا الوقت، مثلا كيقول لك مثلا باغ اكزومبل ا لاطاش اخصها مثلا واحد 11 يوم 11 ساعه 11 العام صافي على اي حال. ولا كيكون هنا لوكو مثلا ا خصها واحد 11000 مليون، بي خصها 8000 مليون، 8000 زعما درهم، وحنا غاديين صافي 8000 مليون، زوين 8000 مليون. هكا لي طاش كيكونوا، يعني كيكون هنا التكلفه ولا يعني لو بوا ديال ديك لا غير ديال ا، يعني اشحال كتحتاج هي من الوقت هي من التكلفه هي كذا، يعني راه كلش كيكون مشروح في لينونسي صافي، يعني الطابلو كيكون معطي لك. دابا شنو كنديروا ببساطه باش كنعمروا هاد دروك راني كنعمر عقل، راه كنعمر الام بي ام يعني الميترا بوتنشال ميثود. شنو كنجي ندير؟ كندير هاد الياجورات هاد المكعبات هكا صافي، كنحطو هكا. شنو كنحط؟ هاد الشكل هو اللي تعقلوا عليه، كتكون كيكونوا جوج ديال لي كاز الفوق وكاز لتحت. شنو كندير دروك؟ كنجي للنيفو زيرو. نيفو زيرو شنو كنحط فيه؟ كنحط فيه هاد المكعبات هاد الرقم اللي فوق نساو عليكم دوك نوريكم كي كيديروا عمرو. يعني في الاول كنحطو هنا كالاكاز كتكون هكا مقسومه خاويه هكا، كنحطو لي كاز ثالثا غادي نقول لكم كي كنديروا نعمروه. كنجيو النيفو زيرو، النيفو زيرو شكون اللي كاين فيه؟ كاين فيه ا و بي و سي، ها هما ا سي ها بي ها ا. شنو كنحطو؟ كنحطو بحال هكا، كنحطو ا ونحطو مثلا تحتها لاكاز بحال هكا، لاكاز بي لاكاز سي تحتها في النيفو زيرو خاوي الفوق ما كيكون والو صافي، تبعوا معايا ما كيكون والو ا بي. ونزيدو سي، ندوزو النيفو واحد. شكون كاين في النيفو واحد؟ كاين دي و او اف، ها هما دي او اف. النيفو جوج شنو كاين فيه؟ كاين جي اش اي، ها هما جي اش اي. النيفو ثلاثة شنو كاين فيه؟ كاين فيه جي ها جي. وكنزيدو هاد ليطاب التالية اللي هي ف صافي، يعني واحد الطابلو خاوي بحال هكا اللي كتكون مكتوبة هنا ف. انا ميمكنش نكتب بالكيرسور صافي، هادشي اللي كيكون متبعين معايا. دابا شنو كنديرو؟ كنشدو دوك السويفويات كاملة، كنليو كان هذا اللي كيكون سويفو كاملة كنعاودو نربطوه. مثلا شنو قلنا؟ قلنا ا سويفون ديال هاد دي، ها هي ا سويفون ديال هاد دي، شفتو كنربطوه بالاسهم وكنحطو كل سهم حداه لو بوا ديال. قلنا ا باش تغياليزا خصك 11 كتحط 11. شنو قلنا؟ قلنا بي سويفون ديالها هو او، ها هو بي سويفون ديالها هو او، متفقين معايا؟ وجينا سي سويفون ديالها هو اف، عاود اف سويفون ديالها ها هو هو اي، دي سويفون ديالها هو جي، ودي عندها خمسة، ها هي رجينا دي غادي نلقاو عندها خمسة ها هي، عاود او سويفون ديالها هو اش، عندنا جي و اش و اي، هاهما جي اش اي عنده سويفون ديالها هو جي، ها هو كاملة غادي يمشيو لجي، والجي ما بقى لا والو كتمشي هي الاخرى كتمشي لفا، صافي، كل واحد كان ليه السويفون ديالو. هنا غادي تطرح واحد السؤال في محلو. شنو هو هاد السؤال في محلو؟ غادي تقول لي ا راه عندها دي او اش، مزيان ا عندها دي او اش، دروك ا عندها دي او اش ما يمكنش تمشي، ما غاديش تكون هكا، ما غاديش تمشي بجوج، ما كتمشيش هكا بجوج زعما غادي لهادي وغادي لهادي، كتمشي لحاجه وحده. ولكن شنو كنديرو؟ ديك لاطاش الثانيه غادي تكون جايه من واحد الحاجه اخرى، فشنو كنديرو؟ هذيك هاد لاطاش اللي مثلا غادي لها غادي تكون جايه اصلا بواحد السهم حقيقي من واحد لاطاش، حنا شنو كنديرو؟ كنجيبوها من هذا غير بسهم فيكتيف. كيفاش؟ عندنا قلنا دي خارجه بسهم حقيقي من ا، ها هي دي ا، يعني ديما بداو تعمروا غير دوك الاولى ولا زعما غير بداو تعمروا الثالثه اللي عاد رجعوا يشوفوا كي تزيدوا دوك الاخرين. شنو غادي يتزاد هنا؟ ا قلنا تبعها حتى اش، ولكن راه ديتو البال اش راه جايه ديريكتومون من او، ها هي اش جايه من او. فشنو كنديرو؟ كنديرو بواحد السهم فيكتيف ها هو حمر تابع غادي حتى اش من ا، والبوا ديالو ديما 11 صافي. فنفس الشيء في بي، بي اصلا خرجه منها او و اي، ولكن اي راه رديتو البال راه خارجه بسهم حقيقي من اف، ها هي اي خارجه من اف. فشنو كنديرو؟ كنجيبوها بواحد السهم متقطع تال لاي وبلو بوا 8 ديال بي، ها هي لو بوا ديال 8 اللي هو بي ديال بي اللي هو 8 صافي. كنجيو وكل واحد كنحطو له لو بوا ديالو صافي. الا فهمتو مزيان، هادي كتعمر الاسهم الحقيقيه. ومن بعد كتشوفي راه ما كاين ما تزيدش اسهم، راه كانوا دي طاش قدامها بحال مثلا قدامها دي اش وجي، تعاود تدي بواحد النقط متقطعه حتى الجي، حيت جي اصلا جايه باسهم حقيقيه من هادشي صافي. فدابا شنو كيكون؟
كاين اللي كيدير راسه متقطعه هنا، كاين اللي كيدير راسه متصله زعما، انا ما جانيش الفرق. هذه مهم، هذه الملاحظه صحوا لي. واش في الام بي ام كيكونوا هاد النقاط المتقطعه كيكون هاد السهم فيكتيف، حيت في البيرت كيكون، ولكن في الام بي ام ما عرفتش واش كيكون ولا لا. المهم على اي حال كي كان متقطع كي ما كانش متقطع ما كيهمناش، زعما في التالي راه ما غاديش ياثر على النتيجه. السونسيل هو انك غادي تاخذو بعين الاعتبار. فشنو كيكون انا زدتو زعما بلون هكا باش كيبان بان راه جاي ومعاود منتاج اخرى. فشنو نضرو كنديرو ببساطه؟ شنو غادي ندير؟ كنجول هاد لي طاش نيفو زيرو، وكنجول هاد الخانه اللي على اليسار الفوق، وكنعطيوها زيرو زيرو زيرو. هادو النيفو زيرو كنعطيوه زيرو زيرو زيرو. شنو هي زيرو زيرو؟ يعني هما غادي يبداو دابا، فهمت؟ يعني مازال ما شدو حتى شي وقت، غادي يبداو دابا صافي. النيفو زيرو كنعطيو لهادو اللي على اليسار زيرو زيرو زيرو، متفقين؟ يعني غادي يبداو دابا. هادو هما باش غادي نبداو، غادي نبداو ب او بي وب سي صافي. شنو كنديرو؟ كنشدو هادو اللي على اليسار، وديما كنبقى نزيدو الهولو بوا وكنحطو هنا على اليسار صافي. 0 زائد 11 11، 11 زائد 5 16، ها هي صافي. 0 زائد 8 ها 8، 0 زائد 3 ها 3 صافي. دروك ملاحظه وحده اللي غادي اللي خصنا نردو لها البال، شوفوا معايا الفرق. حيت كيكونوا جوج اسهما جايين لا ميم كاز، دروك حنا غاديين كنعمرو. شنو كنحطو في هاد النقطه اللي هنا؟ حنا دروك الا كنا غاديين صافي، الا كنا غاديين في هاد لو سونس، الكبير كيسبق، الكبير هو اللي كنحطو هنا صافي. الكبير صافي، اتفقنا. شنو قلنا هنا في هاد لاكاز اللي هنا؟ عندنا 11 زدنا لها 5 16، مزيان. ولكن هنا جايين جوج ثلاثه ديال الاسهمه، فالكبير كيسبق. عندنا 16 زائد 2 18، عندنا 11 زائد 9 هي 20، وعندنا 13 زائد 7 لا عفوا 8، ديما اللي على اليسار الخطا، 8 زائد 7 اللي هي 15. وشنو حطينا؟ حطينا الكبير 20 صافي. عاود عندنا 20 زائد 5 25، مزيان صافي. ديما الكبير، الا شي اسهم كانوا غادي نفس الكرتونه، فالكبير القيمه الكبيره هي اللي كنحطو صافي. غادي نجيو لهنا، الا رديتو البال هنا شنو عندنا في هاد لاكاز اللي هنا؟ كنهضر على هاد البلاصه. عندنا 3 زائد 4 7، نورمالمون 7، ولكن هاد 8 منين جات؟ حيت ردوا البال لهاد السهم اللي راه جايه بالاحمر، شحال فيه؟ راه فيه 0 زائد 8 اللي هي 8 صافي. يعني ديما الخانه اللي داخلين لها قلنا جوج اسهم، الكرتونه داخلين جوج اسهم، ديما كناخذوا الكبير. مثلا شفنا في هاد لاكاش شنو عندنا؟ عندنا 8 زائد 3 اللي هي 11، وعندنا 11 ها هي زائد 0 اللي هي 11، اللي هي 11 الكبير هو 11 صافي. نتمنى الفكره تكون واضحه. كنشدو ديما اللي على اليسار وكنزيدو لها البوا، وحنا غاديين كنحطوه في اليسار، اليسار نزيدو له البوا. فاش كيكونوا بزاف ديال الاسهم داخلين لواحد الخانه كناخذوا الكبير، مزيان حتى كنوصلوا للف. دابا شنو فاش كنوصلوا للف؟ شنو كنديروا فاش كنوصلوا للف؟ كنهزوا هذا اللي وصلنا ونعاودو نحطوه هنا، هاد 25 كنعاودو نحطوه هنا صافي. شنو دروك كنديروا؟ كنعاودو نرجعوا بلور صافي. دروك كنعاودو نرجعوا بلور، ودروك شنو غادي نلقاو؟ غادي دروك غادي نابليكيو عاود العكس. دروك الا كانوا الا كانت خانه، هي خانه وحنا راجعين، جايين منها جوج اسهم، الصغير هو اللي كنحطو هنا صافي. هاد البلاصه الصغير هو اللي كنحطو، قلنا حنا غاديين كنعمرو كنحطو الكبير، الا ربما طلقنا في جوج اسهم. دروك وحنا راجعين كناخذو الصغير. يلا نبداو على بركه الله. عندنا 25 ناقص 5 20، عندنا 20 ناقص 2 ديما السهم اللي جايين لهنا، ماشي نساو لك. دروك هادو هما غاديين كانوا 3، ولكن هما جايين راه كل واحد غادي لخانته صافي. عندنا 20 ناقص 2 18، ها 18. عندنا 20 ناقص 9 11، 20 ناقص 7 13، شفتوا منين جاو هاد الرقم؟ وحنا راجعين. 18 ناقص 5 13 صافي، 11 ناقص 3 8، 13 ناقص 4 9، عندك 9 ناقص 3 6، ها 6. بقاو لنا هادو راجعين فيه جوج، راه ديتو البال. هادو منين جايين؟ غادي نشوف الاسهم منين جايين. هاد الاول منين جاي؟ هاد السهم جاي من 13 ناقص 11 اللي هي 2. الحمد لله صافي. قلنا 13 جاي من 2،
هاد السهم الاول جاي من 13 ناقص 11 اللي هي جوج، ولكن ردوا لي البال هاد جوج منين جاي؟ جاي من هاد لاكاز، جاي من 11 ناقص 11 اللي هي صفر. ديما كنخطو الصغير، شوفوا عاود بي باش تفهموا. بي كاينه 8 ناقص 8 اللي هي صفر، وكاينه 13 ناقص 8 اللي هي 5، يعني كاينه 5 وصفر، ولكن ديما كنخطو الصغير صافي. وحنا غاديين كنختاروا الكبير، وحنا راجعين كنختاروا الصغير صافي. حنا غاديين كنختاروا الكبير، وحنا راجعين كنختاروا الصغير. نتمنى هادشي يكون واضح صافي. دابا عمرنا الطابلو صافي، قلت لك شوفوا الا جبتوا السويفون النيفو صحيح راه التعمار راه ما فيهش اشكال، غير واحد شويه ديال التركيز. دابا شنو كنديروا باش نجبدو السؤال كيكون مطلوب منا، كيكون نجبدو هذا لو شومان كريتيك. شنو عندنا في الشومان كريتيك؟ ا بي او اش جي، غادي نوريك كي درنا جبدناه صافي. دروك كنمشيو لدوك الكارطونات، وكنحددو الكارطونات اللي عنده قد لو طون بلوتو قد لو غوتار بلوتو قد لو غوتار بلوتا. شنو هو الغوتار؟ هاد لو غوتار بلو هذا هو بلوتو، هاد الخانه اللي هنا كتسمى لو غوتار او بلوتو، وهذه اللي هنا كتسمى لو غوتار او بلوتا صافي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجيو مثلا ل ا عندها 0 0، عندنا ا ها هي صافي، عندنا بي عندها 0 0، سي عندها 0 6 لا كنشوفوا دوك اللي عندهم بحال بحال، عندنا او 8 8، عندنا اش 11 11، عندنا جي 20 20، وعندنا الفان اللي ترى ديما كتكون هي عندها نفسها صافي. دروك شنو كنديرو؟ هادو اللي دورنا عليهم اللي كنحطوها ا بي او اش جي، ها هما ا بي او اش جي صافي. هادو هما شوما كريتيك اللي كنرمزو له بحال هكا صافي. هذا هو شوما كريتيك، باش نبداو شوما كريتيك هو هذا ا بي او اش جي. كتشوف دوك الكارتونات اللي عنده قد لو غوتار بلوتو قد لو غوتار بلوتار. بقات لنا هاد الطويب اللي هنا، يعني شنو كتقول؟ يعني فاش كتطلب منك صافي كدير لا ريزولوسيون، شنو كدير في الجواب؟ بان لو شوما كريتيك هما هاد لي طاش ا بي او اش جي، والبروجي فا سو رياليزي دون 25، ها هو اللي هي هادي اللي هنا، هذا هو الريزلت، بان هاد البروجي ديالنا غادي تدار ان شاء الله في 25 يوم. لو ان داكشي هو 25 يوم كان داكشي معطي بالدولار، ولا نقولوا بان البروجي ديالنا غادي يكلف 25000 دولار، وهكذا دوالي صافي. هادي هي الكونكليزيون فهاد الفا صافي. دروك بقى لنا هاد الطابلو الصغير واللي الفوق هنا اللي هو ام ال والام تي، هادو هما لا مارج ليبر، يعني الهامش الحر ولا والهامش الكلي، لا مارج توتال ببساطه. هي تبع ما غادي تفهموا هادي. دروك غادي نهز واحد اللون باش نشرح لكم شنو هما هادوك وشنو هو المغزى منه. عندك جوج ديال لي كاز، ها هما صافي، وهذا غادي وغادي بواحد لو بوا اكس، وغادي لهاد لا كاز صافي. دابا شنو كندير؟ دروك تخيل معايا ان هاد لاكاز اللي هنا هاد اللون ما غاديش يكون كيبان مزيان، غندير هاد اللون. تخيل معايا هاد لاكاز اللي هنا بينا نحسبوا لها لا مارج ليبر ولا مارج توتال. انا نشرح لكم كي كنديروا نحسبها ونقول لكم شنو هو المعنى ديالو. دروك لا مارج ليبر كتساوي هذا اللي هنا ناقص هاد اكس ناقص هذا اللي هنا صافي، هذا اللي على اليسار ناقص اكس ناقص هذا اللي على اليسار. مثلا ناخذ مثال عشوائي اف، اف شحال عندها في لامارج ليبر؟ عندها واحد. نشوفوا كي غادي نديرو حسبها في راه اف، ها اف هادي هي اف، قلنا هذا اللي على اليسار هو 8 ناقص 4، شحال 8 ناقص 4 هي 4 ناقص 3، 4 ناقص 3 هي 1، ها الواحد شفتوا. عطونا على سبيل المثال اي، شحال عندها في لامارج ليبر؟ عندها 5 في الراي، ها اي. قلنا هذا اللي على اليسار 20 ناقص لو بوا 7 هي 13، 13 ناقص 8، 13 ناقص 8 شحال هي؟ هي 5، ها 5 صافي. على سبيل المثال ناخذ النبي بي، لقينا صفر، نشوف غادي نلقاو صفر، ها بي قلنا هي 8 مزيان، ناقص 8 ناقص صفر هي صفر، 8 ناقص 8 صفر ناقص صفر صفر صافي. هذه هي لا مارج ليبر، نتمنى تكون واضحة. لا مارج توتال شنو كنديرو فيها؟ الهامش الكلي بسيطة، تا هي كنهزو هادي اللي على اليمين كنقصو تا هي منها اكس، وديما هادي اللي على اليسار، هادي هي التوتال، هادي هي لا مارج توتال
صافي، كان الزود اللي على اليسار نقسم منها اكس ونقسم منها ديما اللي على اليمين. خذونا على سبيل المثال الجي، الجي شحال عندها في لا مارج توتال؟ عندها جوج. هاد الجي قلنا غادي ناخذ اللي على اليمين 20 نقسم منها جوج، شحال عطات؟ عطات 18. نقسم منها 16 ديما على اليمين عطات جوج، 18 ناقص 16 جوج، ها هي جوج. خذوا لنا ا على سبيل المثال شحال عندها في لا مارج توتال اللي لتحت؟ صفر. عندنا 13 ناقص 11 ناقص 11 شحال هي؟ 13 ناقص 11 هي جوج، ناقص صفر هي جوج. ولكن انا عندي صفر تما، واش خطأت؟ لا ما خطأتش. ردوا البال بان ا راه داخلين لها جوج اسهم. ها لا مارج الاولى هي 11 ناقص 11 ناقص صفر اللي هي صفر. ديما كناخذو الصغيره صافي، رحيت علاش؟ حيت حنا راجعين ديما، حيت كنكونو كنديرو الحساب من هاد الجهه من اللي من اليسار ديما كصغير، والحساب لو انها كان من اليسار لليمين ديما الكبير. فزيرو يعني ردوا البال هادو اللي كيكونوا جايين من جوج اسهم. صافي، هذه هي لا مارج ليبر ولا مارج توتال، فهمتوا كي كنديرو نحسبوه؟ دروك شنو هي الدلاله ديالو، شنو هي الكونوتاسيون ديال لا مارج ليبر ولا مارج توتال؟ لا مارج ليبر الهامش الحر شنو كيقول لك؟ كيقول لك شحال ممكن نتعطل في لاطاش بلا ما نعطل البدايه ديال لاطاش اللي جايه. صافي، لا مارج ليبر يعني شحال جو بو غوتاردي ولا ما غوتاردي دون لاطاش، يعني سون غوتاردي لاطاج كيسوي. صافي، هي لاطاش الجايه مثلا بحال ا، كيقول لك شحال ممكن نتعطل في ا باش ما نعطلش دي. كنجيو نقراوها في الطابلو الاول، زيرو يعني ما يمكنش تعطل في ا، غير ما بغاش تعطل دي ما يمكنش تعطل ا. شوف بي، شوف سي، شوف مثلا شوف جي فيها جوج، جي شكون اللي تابعها؟ تابعها هاد جي، هذا كيعني ان جي ممكن نزيد نتعطل بيومين، ولا مثلا لو ان كانت تكلفه ممكن نزيد جوج ديال الدولار ل 2000 دولار على حسب لو كولوبو. صافي كنلعبوا على لوبو بلا ما نغير الميزانيه ولا التكلفه ديال المشروع، ولا بلا ما نزيد نعطل هاد ماشي المشروع، جي عفوا غير جي. الجي غادي تبدا في 20، صافي تهناو الجي راه غادي تبدا في 20 واخا نتعطل بيومين في الجي. صافي فهمتوها؟ يعني شحال ممكن تعطل في لاطاش بلا ما نعطل لاطاش غير اللي جايه اللي تبعها. صافي، كنجو لا مارج توتال هي شحال ممكن تعطل في لاطاش بلا ما نعطل، ماشي لاطاش اللي جايه، بلا ما نعطل البروجي كامل. واش نتوما قلتوا لي البروجي غادي يتقاد 25 يوم؟ لا مارج توتال كتعطيك شحال غادي يمكن تعطل في كل طاش، ومع ذلك البروجي غادي يخرج ان شاء الله في 25 يوم. صافي، ممكن دي طاش لداخل يتعطلوا، يعني هي راه ما راه تقدر تاثر على طاش سويفون، ولكن ليسونسييل هو ان البروجي غادي يخرج في 25 يوم. مثلا شفنا اي عندها 5 هائي، يعني اي ممكن تعطل خا الله تعطل فيها 5 ايام، ومع ذلك وربما هاد الخمس ايام ممكن تاثر على الجي ممكن، ولكن المهم هو ان في التالي غادي 25 يوم غادي تخرج لك في البروجي. صافي، هادشي اللي كيكون مطلوب في الطابلو. عمروا السويفون، عمروا النيفو، حطوا الرسم، لقاو لو شومان كريتيك، ها هو لقاو شحال ديال الوقت غادي يشد البروجي ولا شحال ديال التكلفه. وراه كنطلب نعمروا لي مارج ليبر ولي مارج توتال ونديروا السينيفيكاسيون ديالو، هادشي راه كنطلب نتمنوا. صافي، الله، غادي ندوزو دابا لبيغت. ها هو بيغت، دابا ها هو الطابلو. دابا الطابلو ما غاديش نعاود نعمر كي درنا شرح، ما غاديش نعاود نعمر كي درنا شرحنا زوينه دي، ما غاديش نعاود نشرح كي درنا عمرنا باش ما نضيعش بزاف الوقت. يعني اللي بغى يعاود يرجع شويه الفيديو يفهمو في الطابلو الاول، راه نفس التمرين، ها هو نفس الشومان كريتيك، ولكن بيغت شنو هو الفرق بينه وبين بيغت وبين ام بي ام؟ دابا الطابلو شرحت كي كنديرو نعمرو، دابا دروك الطابلو نعتبرو عندنا عامر، ها لي سويفون ها لي نيفو. دابا في ام بي ام شنو كنا كنديرو؟ كنا كنديرو لاطاش، متفقين معايا؟ كنا كنديرو لاطاش، كنا كنقولو مثلا هادي لاطاش ا وهادي لاطاش اكس، وكنا كنحطو هنا لو بوا. لا في بيرت شنو غادي نديرو؟ لاطاش ولو بوا براسو هما السهم. صافي، ها ا لاطاش ديالها البوا ديالها هي ا، وهادو هما دي طاش انترميديير اللي هما فيكتيف. صافي، هادو هي الفيكتيف. كيفاش فيكتيف؟ انشرح لهم. دابا هنا اش كنا كنقولو؟ كنا كنقولو ا حيت نساليو من ا غادي نساليو منها بخمسة غادي نمشيو لبي. لا دابا لا، كنبداو من واحد ليطاب، وفاش غادي هنا انا كنقولو ان سالينا ا،
مثلا هنا بغيت ندير اكس غادي نديرها بهذه الطريقه، غادي ندير اكس هنا ولو بوا ديالها اكس، وكنقول هاني وصلت للتالي ديال اكس، ونعاود نحط واحد الطاش فيكتيف ونبقى نرقمهم. مثلا هذه لاطاش 0، هذه لاطاش 1، هذه لاطاش 2، صافي. هذا هو الاختلاف. غادي نجيو للشكل ديالنا، كنبداو بواحد لاطاش انيسيال، هي ملي غادي يخرج السهومه صافي. كاين اللي استاذ كيعطيها في القسم 0، ولكن بحال واحد بحال 0 كتبقى غير ارقام وصافي. ليسونسيل هو 1 2 3 4 5 ولا 0 1 2 3 4 5 بحال بحال. هاد لاطاش، هاد لاطاش 1 شنو خرج منها؟ خرج منها ا و بي و سي، ها هما هما النيفو 0 ا بي و سي. متبعين معايا؟ ها هي غادي تخرج ا ب 11، غادي تخرج بي ب 8، وغادي تخرج ب سي ب 3. شنو كنديروا؟ كل وحده كنسال منها كنعاودو نحطو قدام هاد الدويره، زعما حنا وصلنا للتالي ديالها صافي، زعما حنا سالينا بي. فسالينا ا شنو خرج من امور ا؟ دوك راه شفنا السويفوندير غادي نلقاو دي، متفقين معايا؟ كنعاودو نخرجو دي ونعاودو نساليو دي بدويره صافي. كنعاودو نجيو لدي، شنو خرج من دي جي؟ كنعاودو نخرجو السهم ديال جي صافي. عاود هنا مثلا على سبيل بي، بي فساليناها شنو خرج من بي؟ خرج او، ها او صافي. عاود سي مثلا فسالينا سي شنو خرج منها؟ خرج منها اف. وكيكون كل لاطاش كيكون هي اللي السهم وبين قوسين لو بوا ديالها صافي. هادو كامل غادي يمشيو لاطاش، هادو كامل غادي يتجمعوا في طاش اللي هي غادي يتجمعوا في واحد لاطاش، حيت هما كامل خصو يمشيو للجي، يعني كيتجمعوا في واحد لاطاش، يعني كامل كنقولوا غادي يتسالوا في طاش وحده، ومنه غادي تخرج الجي لفه، هادي هي ف، يعني هي اللي كيتغير شويه لي نوطاسيون صافي. هما راه ما دوخكوش، كدير لاطاش كتدي لها سهم، فاش كتسالي منها كتعاود تخرج السهم ديال لاطاش اللي تابعها، وتعاود تمشي تديها لاطاش اللي صافي. شي اللي كاين نورمالمون هاد الطاش هنا اللي كان تالف، اشنو غادي دير؟ غادي تخرج من هادي واحد الطاش، وهادي غادي تخرج منها واحد الطاش. ولكن شنو غادي تلاحظ؟ غادي تلاحظ فاش غادي تجي للجي غادي تلقاها خارجه منه كامله، يعني ما غاديش تعرف كي دير الجي تخرجها. فشنو غادي دير؟ غادي تجمعها في طاش وحده وصافي. داكشي باش تجمعونا في دواره وحده. شنو كنا كنديرو؟ كنرقمو هو صافي. هادي غير من اجل التوضيح، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دابا الواحد راه بيسولش فين راه هما لي نيفو هنا؟ واش هما الدواور؟ لا، لي نيفو هما بين الدواور، بين هاد الدائرات، بين هاد الاقراص هما لي نيفو. ها بين هاد الاقراص هما لي نيفو، ها النيفو 0 اللي هما ا و بي و سي، ها النيفو 1 اللي هما دي و او و اف، ها النيفو 1، ها النيفو 2 صافي اللي هما جي و اش و اي، وها النيفو 3 ان 3 صافي. هادو هما النيفويات، متفقين؟ شنو كنديرو؟ كان او فوالا، ها هما دوك النقط المتقطعه. النقط المتقطعه بلا نهو كيفاش؟ قلنا اش غادي تخرج حتى من ا، دروك فسالينا ا خاصها تخرج حتى اش، ولكن اش بعدا راه جايه بواحد السهم، جايه من او، من مورا او، ها هي اش. فشنو كنديرو؟ كنديرو واحد، يعني واحد لا ليزون فيكتيف حتى لهاد لاطاش فين غادي تسالي او، يعني فاش غادي تسالي او بحال اللي راه اش جايه من ا. ولكن هنا البلان، الفرق بينها وبين الام بي، الام بي ام، هو ان كيكون لو بوا ديالها زيرو حيت هي الفيكتيف صافي. فهداك اللي راه كنا كنديرو لو بوا الحقيقي ديال لاطاش، حيت هنا كانت غير لو بوا، ولكن هنا كاينه لاطاش ولو بوا، بما انها هي الفيكتيف فلو بوا ديالها زيرو صافي. هنا كنديرو زيرو، متفقين؟ هادو ما تنساوش، راه رانسينا، راه رانسيتو هاد المتقطع، راه ماشي زايدين، راه كيأثر في الحساب كيما رديتو البال. في 8 اللي فات هنا ربما كانت غادي تكون 7، ولكن بهاد لي طاش فيكتيف ولات 8 صافي. مزيان، الى فهمنا هاد لي طاب، الباقي اش قلنا؟ هذا كنا كنعطو النيفو 0، كنعطوه 0. لا، دروك حنا هاد لي طاب هي النيفو بالنسبه لينا، هي البدايه، متفقين؟ هذيك الدوار الاولى هي كنعطوها 0 على اليسار. واش كنبقى نديرو؟ كنبقى نزيدو 0 زائد 11 11، 11 زائد 5 16، 16 زائد 2 غادي 18، ولكن عندنا هنا 11 زائد 9 هي 20، هي الكبيره. ديما الكبيره نفس، شوف نفس القواعد، راه هادو راه دي شيما ايكيفالون، بحال بحال كيعطوا نفس الشومه نفس كذا، يعني اختلاف غير في الترميز. 20 زائد 5 25، وديما الكبير بحال قلنا في هاد البلاصه. شنو عندنا؟ عندنا 8 زائد 0 هي 8، وعندنا 3 زائد 4 هي 7، كناخذوا الكبير. هذا الرقم اللي لقيناه هنا كنعاودو نافيكتيوه للفه لهنا 25، ونعاودو نرجعو 25 ناقص 5 20، 20 ناقص 2 18،
20 ناقص 9 11 وحنا راجعين تا كنرجعوا للتالي، يعني نفس البلان. متفقين؟ يعني ما كاينش اختلاف، نفس البلان. فاش كنسالو شنو كنمشيو لدوك لي زيتاب اللي عنده قد لوغوتار او بلوتو قد لوغوتار بلوتا مازال عاقلين عليهم. ها هما، عندك هادي 00، عندك هادي 11 11، عندك 8 8، عندك 11 11، 20 20، 25 25. شنو كنديروا فهاد لكا؟ اي دروك هنا كانوا لي طاش نيت هما اللي كنا كندوروا عليه، هنا كندور على دي طاش اللي هما بحال ستاسيونات وصافي. كنقول ها هي وصلنا للستاسيون، لا فان ديال ا لا فان ديال بي، صافي من لا فان غادي تبدا السي. دابا شنو غادي نديروا؟ ببساطه غادي تهز اي سهم بين جوج من هادو اللي دورنا عليهم، غادي تحطو هنا. متفقين؟ عندنا ا لدوبا، عندنا 0 0 11 11 كاينه بيناتهم، ها هي ها ا. عندنا بي حتى هي كاينه بين دوك الدول اللي لونا، ها هي. ونبقاو غادي بالترتيب، عندنا او، عندنا اش، عندنا جي، ها هي او اش و جي. صافي، هادو اللي بين الدواو اللي فيهو نفس او بلوتو الغوطا او بلوتو او بلوتا كنديرو بهاد الطريقه. صافي، لي مارج لي بغو لي مارج دوطا راه قلتو لا مارج لي بغ كتذكير. كنهزو هادي اللي على اليمين على اليسار ونقصو منها لو بوا، وهادي اللي على اليسار نفس الشيء. باغي نحسب انا ديال ا، شنو غادي نهز؟ ا نورمالمون فيها زيرو، ها هي 11 ناقص 11 ناقص زيرو، ها زيرو. شفتوه؟ مثلا بغي نحسب ديال جي اللي هي جوج، في الرجي نقلبوا على جي فين خارج في الرجي، ها هي. يعني هي جي بادية هنا، يعني غادي نمشي لهذه اللي قدامها، 20 ناقص جوج 18 ناقص 16 جوج. صافي، وديما كناخدو الصغير لو انها بحال فهاد الكا اللي هنا، هادي جايه 11 ناقص 0 ناقص 11، صافي. وهنا جايه 16 ناقص 5، هادي في ديال دي، يعني كان صافي. وشنو اخر بقات؟ لا مارش توتال، لا مارش توتال قلنا هي هادي اللي على اليمين ناقص لو بوان ناقص هادي اللي على اليسار. ديما مثلا غادي نهزو هاد 6، هاد السي كي داير جابو هاد 6 اللي هنا، قلبوا لنا على الصفر راها ها السي. عندك 9 ناقص 3 هي 6 ناقص 0 هي 6. شفتوها؟ وهنا شرحتو لا مارج ليبر، يعني شحال ممكن تعطل في لاطاش بلا ما تعطل لاطاش غير اللي جايه اللي تابعه لها. لا مارج توتال شحال ممكن تعطل باش ما تعطلش البروجي كامل. دونك لو شومان كريتيك سي ا بي او اش جي، والبروجي بو سي رياليزي في هاد لا ديوري اللي هنا. هاي شفتوها؟ 25 جو. نتمنى يكون واضح هادشي اللي كاين. المهم هادشي اللي بقى كيلكو ديفينيسيون صافي، وكاد الكو سي ام ولا كيسيون ديريكت. ما فيهوش بزاف، ما بقاش بزاف، غير صبروا. سيكل ديكسبلواتاسيون، سيكل ديكسبلواتاسيون شنو؟ كنبداو من لابروفيزيونمون، يعني الغوشيرش دي فورنيسور، وهنا كتكون لونتربريز، يعني البروديكسيون، وبيناتهم كيكون ستوك، كيكون ستوك ديال لا ماتيير بروميير وداكشي، صافي. وفي البروديكسيون هنا كيلكو ديفينيسيون كيقول الفلو توندو، يعني كاين جوج ديال لي فلو، كيكون يا توندو يعني ادابتي او بوزوان، ولا كيكون بوسي، يعني يا اما كتشركه كتبقى تصنع يعني بدلالات يعني تاخذ بعين الاعتبار الطلب، ولا غير كتبقى تصنع، كتصنع داكشي يعني كتبوستي النيفو ديال الصناعه، كتبقى تصنع 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 تصنع، يعني برودويغ لو ماكس. عاود بين الشركه والكليان لي ديستريبيسيون كيكون عاود ستوك، ستوك دو مارشانديز. يعني هاد المفاهيم كامله راه ليكونو دون انتربريز دو ماناجمون والكونط، راه كامله نفس المفاهيم، حيت كامله كيدورو في اش في لونفيرونمون ديال لونتربريز. ديستريبيسيون يعني حسب البزوان دو مارشي. ديستريبيسيون كاين فيها انواع، يا اما كتكون انتنسيف، يا اما اكسكلوسيف، يا اما سيليكتيف. يعني انتنسيف يعني كتدخل للسوق صافي، يعني بجهد، يعني كتدفع بجهد صافي، يعني كتبقى شركه كتصنع وتعطي للسوق. ولا سيليكتيف مثلا بحال داكشي ديال ليكس، فهمتوا؟ كتختار الاكسكلوسيف اللي كتكون متعلقه بواحد السيزون صافي، يعني اللي كتعقلوا يمكن تكون انتنسيف اكسكلوسيف سيليكتيف صافي. وهنا كاين دو تيب ديال لوكو، يعني هي التكلفه، كاين تكلفه الشراء لوكو داشا، شنو كيساوي؟ كيساوي البري داشا زائد اوتر بري دابروفيزيونمون. مثلا باش شريت الماده الاوليه راك شريتها بعدا بثمن الماده الاوليه زائد مصاريف الشحن داكشي ديال المصريين، زائد باش غادي تجيبها الترونسبور، باش غادي تجيبها للمعمل كذا، فهمتوني؟ يعني هذاكشي منطقي. وشنو هي تكلفه الانتاج؟ تكلفه الانتاج هو سلوي داشات بلس لا مان دوفر بلس لينيرجي. باش كنقول لك بشحال تقام عليك هذا البرودوي، راه خصك تشوف بشحال جبت بعدا الماده الاوليه، يعني هذا الخبزه بشحال تقامت عليك، خصك تشوف بشحال جبت الطحين،
وبشحال ديال الانرجي ضيعت داكشي اللي تخلص الضريب الضو والماء وداكشي، وشحال باش خلصت اليد العامله. صافي، هنا الاس سي ام سبلاي تشين مانجمنت ولا الماناجمون ولا شين لوجيستيك، ما غاديش نقرا هادشي، اللي بغى يقرا يقرا. ببساطه شنو هي، شنو كيكون فيها باش ما نطولش عليكم، يعني هي كتحاول واحد الدياغرام اللي كيشرح لك يعني سيرو ورا من ذا فيرست، نحطها هنا على اليسار ذا فيرست تال ذا لاست. شنو ذا فيرست تال ذا لاست، شنو معناها؟ يعني من اول فورنيسور حتى لاخر كليان. انت كتقول جبت الماده حطيتها في الستوك الاوليه، قديتها درت لها الاعلان، خرجتها طاطا، بعتها للحوان، توصلت لاخر كليان، يعني من الضيعه حتى البيعه، يعني من الضيعه حتى مثلا الخضره، من الضيعه الفلاحيه حتى الطاجين ولا الكوكوط، بحال هكا. صافي، وهو هنا مشروع سبلاي تشين مانجمنت فلو، يعني داكشي ديال مانيفاكتشرين سبلايرز، يعني من اول فورنيسور حتى الاخر كليون. اللي قلنا كتكون فورنيسور كيكون ستوك، كتكون الصناعه داخل الشركه ولا داخل المعمل، وكيكون ستوك دو مارشانديز، وكتكون ديستريبيسيون حتى كتوصل للكليان. هذا هو سبلاي تشين مانجمنت. هنا كيلكو ديفينيسيون لا كيلكو نوسيون بالضبط اللي مهمين، اللي هما ليكونومي دي شيل. شنو هي ليكونومي دي شيل؟ لو كونسيبت سونو لوكي لون انتربريز بو رياليزي دي زيكونومي ان اوغمونطون سا برودكسيون. ليكونومي دي شيل هي ليكونومي بالجهد، بالعربيه ليكونومي اللي كتعطي بالجهد. بلاص ما تصنع 1000 قنينه ديال شقره ديال المولاده كتصنع مليار، كتعطي بالجهد. ولكن علاش كتعطي بالجهد؟ الهدف منها هو تنقص من تكلفه الوحده الصناعيه. درك الا هزينا هاو سو برودوي سي برودويغ لي كو اونيتير، دابا ديك الشركه راه كانت كتصنع 10 د القرايه د المولاده كيطيحوا عليها ب 10 دراهم للقرعه، ولكن فاش كتصنع 100 كيطيحوا عليها ب 6 دراهم، فاش كتصنع 1000 كيبقى يطيحوا عليها ب 4 دراهم. يعني الهدف من داك الكم الهائل هو كتنقص من التكلفه، فهمتوني؟ يعني ترى كنت كتخلص الضريبه وداكشي وحسبتوها، غتلقاو بان قداش موازنه الانتاج قداش ما نقص بشحال طاحت عليك الوحده، يعني راه غادي تخلص بزاف د الفلوس، ولكن فاش كتقسمه على عدد الوحدات اللي صنعت غادي تلقى داكشي ناقص. ها هو واحد الدياغرام كيلوستري هذا العجب. دونك لا كونتيتي قداش هما كثرت لا كونتيتي برودوي قداش هما لو كو اونيتير كينقص. متفقين؟ كاين سي ار ام اللي هو الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، يعني المانجمون ديال لوغلاسيون كليون لا لا كليونتير، اللي كتعتمد على ثلاثه ديال الحوايج اللي هما ليدونتيفيكاسيون لاكيزيسيون والفيديليزاسيون. من الاخر كيفاش الشركه كتنظم علاقتها بالكليان، هو اول حاجه كايدونتيفي داك الكليان شكون هو. صافي، كدير لاكيزيسيون ديال المعلومات ديالو. صافي، مثلا كتقول داكشي اللي كنلقاو في الكوكيز وداكشي في لي سيت بحال داك الشكل، يعني لاكيزيسيون يعني كيحاولوا يجمعوا بعض المعلومات عليك، مثلا هي موقع التواصل الاجتماعي، النمره التليفونيه كذا. وكدوز لي طب فيديليزاسيون اللي هي يعني كيردوك يعني واحد الزبون وفي من الزبناء الاوفياء. هاد الكلمه راه كتلقاها خصوصا عند انوي، الزبناء الاوفياء ديال الشركه اللي صافي كتكون ربيت علاقه زوينه مع الشركه، يعني صافي وليت يعني معروف عنده كليان ديالو، اللي كتعتمد على الماركتين سيلز الفيدباك سيبور. هادشي كامل كيدخل في الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. فيدباك سيرفيس ابري اشا، يعني سيرفيس كليونتيل وداك التخربيق كامل، هذا هو لا غولاسيون ولا المانجمون ديال لا غولاسيون كليون. بقى الميس ولا المانجمنت انفورميشن سيستم، يعني سيستم دو جيستيون دافورماسيون. شنو كيكون فيه؟ هذه هي الخدمه ديال دوك اللي كيديروا الداتا اناليز وداكشي كامل، هذه هي خدمته. يعني كيجمعوا دوك كيديروا لا كورديناسيون والكونترول ديال والاناليز والفيزواليزاسيون ديال كامل دوك المعلومات اللي يجمعوا، شحال بعت الشركه في هذا السيزون، شحال بعت في هذه الشركه، شحال واحد الشراء، شحال كذا. الهدف منه شنو هو؟ هو يعطوا قرارات جداد، هو اتخاذ القرار، يعني بروندغ دي ديسيزيون، هذا هو الهدف منه لا بريز دو ديسيزيون. يعني كيكون واحد السيستم متكامل كيحاولوا يدرسوا هذا الشيء باش كنحاول نهضر عليك، باش بنادم هاد المفاهيم خصو يليه تاسيميلو، ماشي خصو يتحفظو، خصو يتاسيميلو. حيت كنقول شنو هو مانجمنت انفورميشن سيستم، كتعرف بان واحد لونسومبل ديال لي ريغ اللي كيهدف لاش لتحليل دوك البيانات ديك الداتا من اجل اتخاذ القرار. صافي، هنا واحد كيلكو ديفينيسيون بسط الفرق بين لا فيديليزاسيون والبروموسيون. يعني شنو هو الفرق بين فيديليزاسيون وبروموسيون؟ بكل بساطه لا فيديليزاسيون اي لو بروسيسوس دو مانتيان دو لا ريلاسيون افيك ان كليون اكزيستون، هي اول حاجه كتستهدف لو بورتفوي، هو البي اف، كتستهدف لو بورتفوي، يعني الناس الكليان اصلا اللي عندك، هذا هو السيبل، لا سيبل ديالها. دون بيت دو فيديليزي ان اون انتربريز او ان برودوي، لوبجيكتيف ديالها لو بريزيرفي، يعني كيكون الهدف ديالها هو
تحافظ على دوك الكليان ديالك وما نكملش ما نكثرش عليك، وكتكون استراتيجي ديالها ديفونسيف وكتكون لا ديغ ديالها ا لون تيرم. كيفاش لا فيديليزاسيون؟ اول حاجه كتستهدف البورتفوي، يعني الكليان اللي اصلا كيشريو عندك، متفقين؟ وكيكون الهدف منها هو تحافظ على دوك الكليان ديالو، يعني بريزيرفي البورتفوي. كتكون استراتيجي ديالها ديفونسيف، يعني كتكون دفاعيه وكتحاول تزيد تقنع داك الكليان اللي اصلا عندك باش ما يهربلكش وكذا، وتوقعوا كذا وتوقعوا الجديد، وراه جاي واحد البروجي وجاي واحد كذا، واحد البرودوي جديد، واحد سيرفيس جديد، صافي. وكيكون الهدف ديالها ا لون تيرم، يعني حيت خصك تحافظ على داك الكليان ا لون تيرم. بعكس البروموسيون، البروموسيون اللي هي غالبا في الفرونغلي يعني كترتبط بكلمه الاشهار، هو نيت الاشهار بدلالته راه اشهار وصافي. هو كتكون كتستهدف البيبليك كامل، وكيكون لوبجيكتيف ديالها كونكيغير، يعني تنافس، يعني كتحاول تعرض ولا تشهر داك البروجي ديالك. هي راه كتكون اوفونسيف، يعني كتكون هجوميه، استراتيجي ديالك كتكون اوفونسيف البروموسيون، يعني كتحاول تقنع اصلا الناس، ماشي 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 كليان ديالك، كتحاول تقنعه اصلا بالبرودوي ديالك، وكتكون لا ديغ ديالها كوتا. هاد الشهر مثلا الاشاره ما خصوش يكثر، حيت الاشاره فاش كيكثر كيطيح من القيمه المعنويه وبالتالي الماديه ديال الشركه، حيت كيكثر شي اشهار حيت كيعيق كطيح القيمه الصوره، خصوصا ليماج ليماج ايكونوميك ديال الشركه، فهمتوني؟ يعني الاشهار خصو الى خرج خصو يضرب ضربته، ما ضربش ضربته خصو يتحيد، صافي. لوفرو دوموند، هاد الثنائي المارح، لوفرو لا دوموند يعني العرض والطلب. العرض والطلب يعني هو واحد الموديل ايكونوميك دو ديتيرميناسيون دي بري دون زان مارشي، نوتامون يوتيليزي اون ميكرو ايكونومي، هو راه كيتعمل في الميكرو ايكونومي. المهم هاد المعلومات انا عززت راسي، والهدف منه هو اون ديتيرمين بيه ثمن البيع ديال السوق، كما كنقولوا حنا ثمن السوق، صافي. شنو كيكون؟ كتكون الاوفر، كتكون لوفر كطلع، صافي. لوفر قداش ما الكونتيتي كبرات والبري كبر، كتكون لوفر كثرات، صافي. يعني العرض كيكون كبير ولكن الطلب بالعكس كينقص، صافي. الطلب كينقص، هاد التقاطع ديالو هو اللي كيعطيك كي ايطوال او بي ايطوال، يعني لي زوبسيموم. هاد بي ايطوال هو البري دو فونت ولا البري دو مارشي، يعني ها بشحال خصك تبيع وها لا كونتيتي اللي خصك تقاد، صافي. اوفر دو موند، يعني الاي ام سي كومون بروندغ لا ديسيزيون دون زان دومين ستاتستيك، ستاتستيك لا ستاتيك عفوا. الاي ام سي شنو هو؟ هو الايدنتيفيكيشن مودلين اند تشويس. كيكون عندك واحد ديليم ولا كيكون عندك واحد البروبليم ايكونوميك، صافي. شنو باش تحلو؟ خصك اول حاجه دير ليدنتيفيكاسيون دي بروبليم، يعني شنو هو بعدا البروبليم في حد ذاته. من بعد كدير لا فورمولا، لا فورمولاسيون اللي هي المودلين. من بعد كدير لا ريزولوسيون اللي هو وكتختار الحل الامثل. علاش درت انا هنا بي ال؟ حيت بالضبط هذا هو اللي كندير في البي ال، صافي. هادشي هو اللي كندير في البروغراماسيون لينير. شنو كنديرو؟ كنديرو ليدنتيفيكاسيون ديال البروبليم، كنفهمو البروبليم وكنحطو لا فونكسيون اوبجيكتيف. من بعد كنديرو لا فورمولاسيون داكشي ديال لي كونترانت وداكشي كامل، صافي. من بعد كنختارو لا سوليسيون اوبتيمال اللي راه كانت، داكشي انا ما خليتها البي ال. الفرق بينها غير البي ال شنو كنا كنديرو؟ كنا كنديرو لا فونكسيون اوبجيكتيف لو سيستيم ريزودغ ولا ريزولوسيون بالسامبليكس بالديوال. في ليكونومي دونتربريز ولا عفوا ديما كنقولها ليكونومي دونتربريز حيت متشابهين، في المانجمون شنو كنديرو؟ كنديرو لا ناتور دو بروبليم، يعني يعني شي حاجه بروبليماتيك تكنيك ولا شي حاجه. كيكون لو سونس دوبتيميزاسيون، يعني واش بغيتي مينيميزي ولا ماكسيميزي. كيكون لي فاريابل دو ديسيزيون، ما عقلتش سميتو في المانجمون ولكن هما لي فاريابل دو ديسيزيون لي اكس اي. كيكونوا لي كوفيسيون ايكونوميك اللي هما عندنا حنا ليكو ديال لا فونكسيون اوبجيكتيف لي سي. كتكون لا ماتريس تكنيك، صافي. وداك البرودوي ديالها كنجبدو منو لي كونترانت، يعني لو كونترانت وداكشي اللي عندنا ستوك وداكشي اللي كاين، صافي. من بعد كنديروا لا ريزولوسيون، كنلقاو لا سوليسيون اللي هي تشوز، يعني هي البي ال. كنجيو على طريقه البي ال، صافي. هذا الشيء اللي كان، نتمنى كنت خفيف ظريف على قلوبكم. هذا كل شيء، المهم اللي حتى شي حاجه ولا هذه ولا اي حاجه خطات فيها ربما، كنشكر المهم اي واحد صيفط شي سيبورت كور ولا شي ريزوم ولا هذه حيت اعتمدت عليه بزاف، اضافه لواحد المواقع الفرنسيه، شي 6 ولا 7 المواقع الفرنسيه، والمهم جوجل باش نزيد حتى ويكيبيديا الله يجازيها بخير. ف كنشكر المهم هذوك اللي كانوا لايحين بعدا لي ريزومي ديالهم، حيت حاولت نجمع داك الشيء ونزيد نقارنه بجوجل، شنو كتقول جوجل، شنو كيقول الحاج جوجل. هذا و استغفر الله لما اقول، واشهد ان لا اله الا الله،
والسلام عليكم. المهم اللي يحتاج شي كيسيون ولا دي من هذا ليكزام مرحبا على راس العين ياك حماد. شنو اللي كاين ما نقول حماد ديما كيفكرني فيها هي قال لي الكوشون بار لايك والسبسكرايب او هذا ما بغى يديروا لا لايك لا سبسكرايب. راه ديك النهار لقيتها لقيت 75% من اللي كيشوفوا ما دايرين سبسكرايب ما يديروا غير لايك. عاد دير لا لايك لا سبسكرايب عاد دير ال جي بي ال الحمنا الوجه في ليكزام. ودي عناكم الله تهلاو. وصل الغداء